12 دقيقة 40 ثانية بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس للجميع. متواصلين معكم من جديد مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الأفاضل في كل مكان، عشاق الأصالة، محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة. هكذا تستمر المنافسات وتستمر التحديات في هذا المساء الجميل على بركة الله وحفظه وتوفيقه. ينطلق شوط جديد وتحدي جديد هنا، شوطنا 11 الذي يحمل هذا التنافس الرائع ويحمل هذه التحديات الجميلة، خاص بالحول المحليات الأصايل لتعلن هذه الانطلاقة وتسير هذه الشعارات في البحث عن ناموس هذا الشوط. أتابع معكم البداية، أتابع معكم الصدارة والمركز الأول الياسات لحمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله، من يقدم لنا البداية والصدارة مع الياسات، والياسات تتابعها العدسات مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني العاند لحمد بن عوض بن زيتون المهيري قادم يقدم لنا العاند مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع أيضا الوصول الجميل وتحدي رائع مع الاسم اللي قادم، وصلت الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد الدرعي يأتينا بثالث المراكز. ننتقل إلى المركز الرابع وأرى هنا أيضا المرعوشة لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري يتقدم مع رابع المراكز. المركز الخامس العاند وسالم بن نايع بن سالم الغفلي يقدم لنا العاند مع المركز الخامس. ننتقل إلى سادس المنطلقات وأرى هنا الشروط قادمة، سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي يقدم الشروط على سادس المراكز. وسابعا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء يأتينا هنا أيضا الشعار القادم، شعار أيضا حمد بن عبد الله بن خزام العامري يقدم لنا الهائلة على المركز السابع وثامن المراكز. المركز الثامن هذه الشرود سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي. وتاسع المنطلقات مياسة خليفة بن محمد بن لويع الخيالي يقدم أيضا انطلاقة مياسة في المركز التاسع مع عاشر المراكز. أختم هذه الجولة وأختم هذا النداء بتواجد زعفرانة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري قادم مع المركز العاشر. هذا هو نداؤنا الأول مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، لنعود إلى الصدارة، لنعود إلى البداية، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط وإلى الياسات لا زالت على المركز الأول، لا زالت على المقدمة، تتقدم على البداية والمركز الأول. حمدان بن سعيد بن يابر بن عبد الله الحربي يتقدم هنا، شعار الشقي مع المركز الأول، يقدم الأسماء المميزة والأسماء الكبيرة، يقدم الأسماء الشهيرة، دائما يحضر بالنوعيات الفاخرة والنوعيات المتميزة. المركز الثاني العاند حمد بن عوض بن زيتون المهيري، أهالي منازف قادمين إلى الناموس، قادمين إلى الانتصار. المركز الثالث هنا القادم العاند سالم بن نايع بن سالم الغفلي قادم مع ثالث المراكز، يقدم لنا أيضا هذا الأداء بالشاوي، أهالي ميدان اللبسة يطالبونك بالناموس وهالي مهذب. الله يا سلام يا سلام. المركز الرابع رابعا الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد الدرعي قادم مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس المرعوشة وبن عفصان عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري يقدم لنا المرعوشة بهذا الأداء
الكبير، تدخلت الأسماء ووصلت الشعارات ووصلت مياسة خليفة بن محمد باللويع الخيالي قادم باللويع، يقدم لنا شعاره، يقدم لنا انطلاقة مياسة، مياسة العود، مياسة العود حاضرة بهذا التحدي الكبير. أتابع أيضا، أتابع الأسماء التي بدأت تنضم، التي بدأت تنضم، هذه الهائلة حمد بن عبد الله بن خزام العامري قادم مع المركز السابع، المركز الثامن تأتينا هنا مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي مع المركز الثامن يتقدم، يقدم لنا مزون، بينما المركز التاسع، تاسع المراكز شعاري بن خفية وصل، شعاري بن خفية قادم هذا الشعار بأسمائه بحضوره الجميل بانطلاقته المميزة من الجانب الآخر لمحمد بن عتيج بن خفية، هنا الاكتبي يتقدم، بينما المركز العاشر وصلت معراف، وصل راعي شاهين، وصل بن عويضان، محمد بن سهيل بن عويضان العامري. هذه النتيجة، هذه النتيجة يا من تتابعونا هذا الشوط الجميل، هذا الشوط الرائع من تحفة الميادين، من تحفة الميادين، من ميدان المرموم في مهرجان فزاع، في مهرجان راعي المكارم. الله 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 الله، العودة إلى الصدارة، إلى الياسات التي لا زالت على المركز الأول، تتابعها العدسات، عدسات دبي ريسينج هنا مع المركز الأول، من تتابع الياسات وهي محتلة المركز الأول وهي منطلقة على الصدارة بشعار أيضا حمدان بن سعيد بن يابر الحربي، من يتقدم مع المركز الأول الشقي، الشقي وأسماءه، الشقي وشعاره الكبير، المركز الثاني وغيرت إلى المركز الأول العاند، العاند بدأت تعاند الجميع، بدأت تعاند الجميع، حمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم لنا العاند، وهناك العا أيضا هناك القادمة في هذه اللحظات، في هذه اللحظات من وصلت أيضا في المركز الرابع، وصلت هنا القادمة الاتحادية عبد الله بن علي بن سعيد الدرعي قادم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس مياسة، مياسة قادمة، خليفة بن محمد بن لويع الخيالي قادم مع المركز الخامس وسادس المراكز، الوصول من مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي يقدم، يقدم لنا مزون مع المركز السادس، وابن عويضان، بن عويضان قادم، بو حمد قادم يقدم لنا معراض، محمد بن سهيل بن عويضان العامري حاضر، حاضر، حاضرين اهالي ند الشبا، حاضرين اهالي ند الشبا، بينما الوصول، بين بينما الوصول، بينما القدوم من زعفرانة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري قادم، بينما أيضا تدخلت الأسماء، أرى شعارات، أرى شعارات قادمة في هذه اللحظات، أيضا مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا مزون، مزون خاطفة العيون، والقادمة المرعوشة لعبيد بن حمد بن عفصان منصوري قادم، يا لها من تحديات، يا له من حضور جميل من هذه الشعارات القادمة. وصلت أيضا هنا، وصلت أيضا هنا الواصلة، الواصلة رعود لسهيل بن محمد بن ذويب العامري، أول نداء، أول نداء لرعود. هكذا هي الأسماء الأولى المتقدمة، بدينا نتجه، بدينا نتجه نحو المقصورة الرئيسية، نحو الفوز المنتظر، نحو الناموس المنتظر. الله 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 الله، من هو سعيد الحظ، من هو سعيد الحظ الذي سيحظى بهذا الشوط، الذي سيحظى بهذا الشوط. 2 كيلو، 2 كيلومتر، 2 كيلومتر، 2000 متر ما بقى عن خط النهاية، لنا عودة إلى الصدارة، إلى التغيير الذي طرى وجرى بالمركز الأول. معراض تغير، معراض تغير لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، راعي شاهين، راعي الوصل، راعي الأسماء الشهيرة، راعي الأسماء الكبيرة، راعي الأسماء الفنانة، راعي الأسماء الرنانة. روح يا أبو حمد، روح يا أبو حمد بن
عويضون بن عويضون مع المركز الأول. ركز الغيلاني، ركز المركز الثاني، المركز الثاني رعود لسهيل بن محمد بن ذويب العامري قادم، بن ذويب قادم، أهالي مدينة العين حاضرين مع المركز الثاني، بينما القادمة مزول نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي يقدم مزون، ومن الجانب الآخر هذه المرعوشة لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري قادم، والوصول الوصول القدوم من حشيمة عبد الله بن عبيد بن حلوس بن حلوس قادم، الله 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 الله، وكذلك القادمة القادمة زعفرانة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري قادم، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول إلى أيضا الكيلو الأخير إلى الكيلومتر الأخير. افتح يا كيلو الأخير أبوابك، استقبل معراض استقبل معراض، وهي تسير بهذا الأداء الكبير بهذا الأداء الرائع بشعار راعي شاهين بشعار بن عويضان محمد بن سهيل بن عويضان العامري بدون أوامر العصاف الأبطان العصاف الأبطان بدون أي تعليمات، لو عصاها قوس لا تيها روحها بالسير مهتمة، وهذا الملصف نعنيها زعفران الشام يتشم، فرح بوشاب فرح فرح بو حمد بطاريها والمضمر خوزت هم. نعم راحت بالمركز الأول، راحت 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 مع الناموس، راحت مع راض لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، المحاولة من المرعوشة لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، ولكن السلام السلام يتجه من ميدان المرموم إلى ند الشبا إلى ند الشبا إلى أبو حمد إلى أبو حمد. تابع يا أبو حمد، نهنيك نهنيك ونبارك لك على هذا الإنجاز التي قدمته معراض، وليس بغريبا ليس بغريبا على هذا الشعار الكبير، شعار اعتاد على الرموز، شعار اعتاد على النواميس، شعار اعتاد على الانتصارات. تهانينا لأبو حمد محمد بن سهيل بن عويضان العامري، مشكور يا أحمد يا بن راشد يا الغيلاني يا الغيلاني، ويمزع فرها من الطاسة، زيدها الزعفران زيدها تستاهل. المركز الثاني كانت هنا المرعوشة لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري. المركز الثالث المركز الثالث شواهيل محمد بن حمد بن سالم بالسالومية الدرعي. المركز الرابع المركز الرابع حلت فيه مشاهدين الأعزاء زعفرانة لسعيد بن عبيد بن خليفة الحميري، بينما خامسا المركز الخامس مزون نايل بن فهيد بن مفتاح الشامسي. هكذا كانت النتيجة، يا سلام يا معراض قدمت الأداء الجميل، استمتعنا بهذا العرض الرائع والأداء المتميز هنا. لحظات الإعادة لحظات الوصول مع معراض، تهانينا وناموس. التوقيت الزمني 12 دقيقة 39 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري، سلام أبو حمد سلام، واسعد الله مساك على هذا الأداء الجميل. شكرا أحمد بن راشد الغيلاني على هذا الأداء الرائع. المركز الثاني التوقيت الزمني 12 دقيقة 42 ست أجزاء من الثانية. كانت مشاهدين الأعزاء كانت مشاهدين الأعزاء هناك المرعوشة لعبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، بينما من حل ثالثا توقيتها الزمني 12 دقيقة 43 وجزئين من الثانية. كانت شواهين لمحمد بن حمد بن سالم بالسالومي الدرعي.